أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدين الكرام ومستمعين عبر مختلف تردداتنا في سلسلة حلقاتنا 50 من ذهب احتفاء بالعيد الوطني 50. اليوم محطتنا في هيئة حماية المستهلك ولقائنا بسعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك سعادتك وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير وأهلا وسهلا بكم لك عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك وأكيد تحتفل بلادنا العزيزة بالعيد الوطني 50 وإنجازات عديدة في مختلف المجالات والقطاعات. اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن هيئة حماية المستهلك التي طبعا تم إنشائها في 2011 ويعتبرها البعض في أنها علامة فارقة في التعامل أكيد مع المستهلك كونه حجر الأساس في الاقتصاد. ما في شك طبعا نحتفل جميعا والوطن يحتفل ب 50 عام من النهضة المتجددة وهيئة المستهلك هي إحدى منجزات هذه النهضة المتجددة. نعم سعادتك في 2011 صدر المرسوم السلطاني بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك آنذاك وأكيد كانت أمامها مهام تأسيسية كثيرة للانطلاق بالاختصاصات الموكلة لها. أهمية وجود هيئة خاصة تعنى بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ومتابعة كل التفاصيل التي تعنى به. طبعا أخ عبد الله مثل ما الجميع يعرف هيئة حماية المستهلك مثل ما أشارت 2011 تم إنشائها، لكن حتى قبل هذا التاريخ كان هناك دور لحماية المستهلك وكانت من ضمن وزارة التجارة والصناعة قبلها، ولكن كهيئة مستقلة بالفعل تم في 2011. الأهمية تكمن في عدة أمور، أهمها هي حماية المستهلك من الغش والاحتيال والتلاعب بالأسعار وكل ما يتعلق من أمور يمكن أن لا تعطي هذا المستهلك حقه فيما يدفعه من مبالغ لتلقي خدمة أو سلعة محددة. فكان دور الهيئة دور بارز حقيقة في هذا الجانب، استطاع المستهلك أن يحصل على حقوقه كاملة، كذلك استطاعت الهيئة بكوادرها حقيقة الذين نرفع لهم الشكر والتقدير في هذه المناسبة منذ تأسيسها على أن يعرف المستهلك حقوقه كاملة وبالتالي يعلم حين يذهب للحصول على هذه السلع والخدمات ما هي المواصفات، ما هي المعلومات التي يجب أن يحصل عليها. هذا من جانب. من جانب آخر كان هناك جهد كذلك كبير ولازلنا نواصل هذا العمل في العمل مع الشركاء الآخرين سواء كانت جهات حكومية ذات علاقة أو حتى التجار. نعم. لأن التاجر والجهات الحكومية الأخرى هم كذلك شركاء. حقيقة نحن دائما نقول أنه التاجر الأمين هو في صف حماية المستهلك. نعم. وبالتالي حين تقوم الهيئة بواجبها تجاه المتلاعبين وما شابهها فهي تحمي في الحقيقة كذلك حتى التجار. أحسنت، وهذا ما كنت أود التركيز عليه سعادتك، علاقة حماية المستهلك بالجوانب الاقتصادية. هل نستطيع أن هناك كذلك في دور ومساهمة من قبل حماية المستهلك بطريقة سواء مباشرة أو غير مباشرة في تحسين جودة الخدمات والسلع الموجودة في الأسواق؟ بارك الله فيك، هذا هو سؤال يعني حقيقة سؤال جوهري وعمل جوهري لنا في حماية المستهلك، هو أنه دور الهيئة في دفع العملية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص ومحاولة يعني تنقية السوق مما يشوبه من ممارسات خاطئة، هذا يعطي حافز كبير للتجار الأمناء الذين يودون أن يقدمون سلعة وخدمة مناسبة وفق يعني أسعار تنافسية. لذلك دور الهيئة نعم هذا الموضوع حاضر دائما في ذهن جميع منتسبي الهيئة بأنه التاجر الأمين، التاجر الذي يقدم خدمة، التاجر الذي يضيف خدمة هو تنوع
وبالتالي هو تنوع لاختيار المستهلك. نعم. وهذا يخدم المستهلك، بدل ما يكون عنده 3 سلع من منتجات محددة صار عنده 4 5 6 7، وهذا ينطبق على السلع والخدمات. نعم. بالتالي هذا الدور لدينا واضح. كذلك نحن لا نتصيد الأخطاء للتجار، بل نحاول أن نوعيهم وأن نحيطهم علما بأننا نحن لسنا ضدكم، لكن عندما يأتي هناك تلاعب أو غش فالقانون واضح ويجب علينا تطبيقه، لكن ليست لنا رغبة يعني في أنكم أنتم تخطئوا أو نحاول نحشركم في زاوية لتخطئوا من ثم نقيم عليكم العقوبات. لا بالعكس، يعني وأحيانا كذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حقيقة إذا كانت الأخطاء غير متعمدة، الأخطاء يعني ليست جسيمة، التشريعات سواء كان القانون أو اللائحة الداخلية أجازت لنا شيء من المرونة حسب الموضوع. بل ربما يعني أن العلاقة أحيانا تكون علاقة تكاملية، يمكن من الوهلة الأولى لما نسمع عن حماية المستهلك أنه التاجر يتوجس منها، لكن في الحقيقة بعض الأمثلة اللي نسمعها أحيانا سعادتك تكون مبادرة من التاجر نفسه للاستجابة لأحيانا بعض توجيهات أو مبادرات الهيئة في أنه هو يساهم بدور اتجاه هذا المجتمع بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك. بالفعل هذا ما يتم حاليا وما تم سابقا كذلك، أنه أحيانا التجار يعني لا يمكن كحماية مستهلك تغطي كل السوق. نعم. الأستاذ عبد الله، لكن ما يحصل أحيانا أن بعض التجار يبلغوا بأنفسهم بأنه لدينا مشكلة في منتج معين، سواء هذه المشكلة خطأ تصنيعي، سواء مشكلة في التخزين، وبالتالي هم يأتون إلينا للحوار والنقاش حول إيجاد حلول، وبالتالي فعلا يتم يعني الجلوس على طاولة ومن ثم مناقشة الموضوع والخروج بحلول ترضي المستهلك في المقام الأول، وكذلك لا تضر بالتاجر الذي أبدى نية حسنة في أن لا يغش السوق بمنتج في خطأ تصنيعي أو في حصل عليه مشكلة معينة. نعم. بالفعل هذه الحالات موجودة، وحقيقة نشكر هذه المجموعة من التجار ونحث الآخرين على أنهم ينظروا للهيئة كشريك، ونحن بالفعل شركاء، لكن أرجع وأقول في حالة الغش والاحتيال هناك إجراءات يجب اتخاذها على الجميع، لكنه التاجر كذلك يعني من ضمن الرسائل التي نبعثها للتجار حين يعني نستضيفهم أو نزورهم. نعم. أنه ترى إذا نحن يعني عاقبناك أو بكرة يعني أوقعنا عليك غرامة معينة، هذه دعاية غير جيدة لك، فأنت حاول أنك تتجنب القيام بهذه الأمور، لأنه اليوم إذا أنت بكرة راح تظهر في الأخبار وفي التواصل الاجتماعي، وحن كل يوم نجي نفتشك بسبب انتهاء، بسبب شيء من الممارسات الخاطئة من قبل بعض العاملين لديكم، فيجب عليكم أنتم كملاك لهذه المؤسسات أن حقيقة تراقبوا هذا الوضع. نعم. وهم بالفعل يستجيبون لهذا الوضع ويقدروا هذه المبادرة مننا نحن كهيئة، أنه يعني جزاكم الله خير على هذا الأمر. لأنه مثل ما خبرتك في النهاية التاجر على من يعتمد؟ على المستهلك. على المستهلك. نعم. إذا كان المستهلك غير راضي، هل سيذهب إليه مرة ثانية؟ نعم. ما راح يذهب عليه مرة ثانية. وأحيانا سعادتك بعض المؤسسات والشركات تعتبر أنه أفضل دعاية لها، أفضل إعلان لها هو المستهلك نفسه. طبعا. أكيد يعني أكثر من أي وسيلة أخرى. ما في شك. سعادتك عرف عن الهيئة نهجها منذ تأسيسها التواجد دائما في الميدان. نعم. وأنتم واصلتم على هذا النهج كذلك. أهمية اليوم وجود الرئيس وكل أعضاء الهيئة ومنتسبيها في الميدان وبشكل دائم وتواصل مستمر من خلال لقائهم بالمستهلكين وتواصلهم كذلك مع التجار والشركات. هذا الموضوع الأستاذ عبد الله مهم جدا، لأنه أنت لن ترى التحديات التي يواجهها فريقك والتي تواجه المستهلك والتي تواجه كذلك التاجر إلا إذا
إذا وصلت الميدان وتعرفت على التحديات سواء كان من المستهلكين، نحن نحرص كذلك أنه حتى نلتقي بالمستهلكين ونطلب رأيهم حتى في الخدمات التي تقدمها الهيئة أو في 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 التجارة بشكل عام، ما هي ملاحظاتهم، ما هي مقترحاتهم. فالعمل الميداني أنا في اعتقادي أنه هو الوسيلة الأفضل والأنجع اللي بالفعل الالتصاق بهموم المستهلك وبهموم الوضع العام، سواء هذا الوضع العام يشمل المستهلك ويشمل التاجر ويشمل الجهات المسؤولة عن المحافظة على المستهلك، لأنه ليست فقط حماية المستهلك لها دور، بل في جهات أخرى يعني عليها أدوار قد تكون بعض الأحيان أكثر أهمية، مثل سلامة الغذاء، مثل شؤون البلديات، مثل هذه الجهات، ونحن حقيقة في تكامل وتعاون كامل معهم في تبادل للمعلومات بيننا وبينهم. بالتالي لا يمكن أن تعرف هذه الأمور إلا إذا زرت المواقع بنفسك، ومسؤولينك زاروا هذه المواقع وصاروا على تماس مباشر مع كل القضايا. طبعا كذلك الموضوع المهم هنا أنه هذه الزيارات يجب أن لا فقط تعالج المشاكل الآنية، بل حتى تنظر للمستقبل، تحاول أن تستقرئ المستقبل، ما هي التحديات القادمة في موضوع حماية المستهلك، ما هي التحديات القادمة للوضع الاقتصادي بشكل عام، وكيف يمكن لحماية المستهلك أن يكون لها دور إيجابي مع الجهات المعنية الحكومية الأخرى وحتى مع التجار. نعم. وهذا أكيد نقطة مهمة. سعادتك، بلغة الأرقام، منذ تأسيس الهيئة وإلى الآن كم عدد القضايا التي كسبتها الهيئة، وإذا كان هناك أرقام لمبالغ استردتها كذلك الهيئة للمستهلكين؟ هذه أكيد أرقام كذلك مهمة تعطيكم المسؤولية وتعطي المستهلك الثقة في الهيئة لمواصلة أدوارها. حقيقة الآن الأرقام ممكن نزودكم بها لاحقا، هي موجودة يعني بالتأكيد، لكن إذا رجعنا مثلا للقضايا التي كسبتها الهيئة، هي 80% من القضايا أو من البلاغات والمخالفات يتم حلها وديا بين المستهلك والمزود. هذه من باب أول. باب ثاني، تبقى 20-15% من الحالات التي لا يتم التراضي فيها بين الطرفين. هذه تحال إلى الجهات المختصة، سواء ادعاء عام أو قضاء. بعض الحالات طبعا هناك يتم النصح للمستهلكين بأنه قضيتك ليست قوية، يعني حتى وإن ذهبت للقضاء أو الادعاء قد لا تستفيد، التراضي يمكن يكون هو الحل، التراضي هو الحل، أو أنه يعني حقيقة يعني يكون أقل خلنا نقول أقل إلحاحا في حصوله على ما يطلبه من الأساس، وبالتالي نرجع للتراضي. لكنه تحال يعني واقع الأمر أن هناك حالات يعني فيها مخالفة، إذا فيها مخالفات جسيمة قطعا هي تحال، لا يمكن التراضي فيها. ولكن الأشياء الأخرى معظمها يتم الحكم فيها للمستهلك، ولكن هناك بعض القضايا كذلك وبعض الحالات لا يحكم فيها من صالح المستهلك. نعم. لكن هذه النسبة الكبيرة التي تحققها هيئة حماية المستهلك تعطي مؤشر للتاجر أنه والله إرضاء المستهلك والتراضي والحل منذ البداية هو أفضل من تطور الموضوع؟ طبعا هذا مؤشر، لأنه كثير من المؤسسات ما تريد تذهب التجار، ما يريد يذهبوا إلى 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 المحاكم وإلى القضاء والادعاء العام، مقابل حتى وإن كان بعضهم يعتقد أنه يعني القضية من مصلحته وهو لم يخطئ كتاجر، لكنها قد يلجأ إلى التراضي في هذه الحالة. والبعض لا، يعني يصر يقول لا أنا لم أخطئ، بالتالي في حق المستهلك، وهذا حقه، القضاء هو الفيصل. نعم. سعادتك، نحن طبعا شكرنا التاجر المبادر الذي يتفهم أدوار الهيئة ويتكامل كذلك مع أدوارها ويستخدم كل هذه الأدوات في تطوير منتجه وخدمته، ولكن بلا شك نحن لسنا في المدينة الفاضلة طبعا، وهناك أكيد في كذلك تجاوزات ومحاولة يعني بعض الممارسات. عادة ما هي التحديات التي تواجهها الهيئة في القيام بأدوارها؟
أولاً طبعاً هو جغرافية السلطنة جغرافية واسعة، وفي تناثر في التجارة في شتى ربوع السلطنة، وبالتالي أنت كحماية مستهلك مطلوب منك أن تغطي كل هذه المساحة، فهذا حقيقة تحدي. التحدي الآخر قد يكون متعلق بالكادر البشري وعدده وقدرته على تغطية هذه المساحة الواسعة، لكنها كبعض القضايا يعني نلاحظ فيها استمرارية، نعمل على تثقيف الناس فيها، توعية، بث مواد توعوية، والآن احنا في إعداد هذا، في طور إعداد مثل هذه المواد الإعلامية حقيقة. لذلك من كذلك التحديات هو أنه التغيرات الكثيرة في ذوق المستهلك، التركيز الآن على مسألة التسوق الإلكتروني. نعم صحيح. وبالتالي نحتاج الآن نعمل على العمل مع الشركاء الآخرين إلى توعية المستهلك بأنه لابد أن يشتري من موقع معتمد مرخص، وبالتالي يمكن لاحقا له في حالة يعني عدم رضاه بالخدمة المقدمة وبالسلعة المشترى أن يقدم بلاغة، ونحن نستطيع أن نجد عنوان لهذا المزود. وبالتالي يعني نعمل على هذا الأمر، وقد يكون لقائنا الآن فيه نوع من التوعية لمسألة التسوق الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يحتاج أن على الأقل يعرف المستهلك أنه يجب هناك شروط، أو هناك يعلم بأين يجد هذا المزود أو هذا التاجر. وهو لا يعني ليست هناك مشكلة، يعني هذا الموضوع الآن يعني عالميا منتشر، لكنه يشكل تحدي من ناحية نحن لازلنا يعني نتعامل مع، نرى يعني كيف نتواصل مع هذه المزودين. كذلك قد يحتاج الأمر إلى بعض التعديلات التشريعية لضمان أنه المتسوق الإلكتروني يحصل على حقه. الآن هذا الموضوع كذلك في طور جائحة كورونا طورت هذا الجانب بشكل كبير سعادتك. هذا طبعا لأنه الآن أصبحت الناس بحكم التعليمات الصحية في مختلف أنحاء العالم بالتباعد الجسدي، وبالتالي مسألة الطلبيات ومسألة التوصيل جعلت معنا هذا التحدي، ولكنه كذلك هو فتح فرص. احنا نراها هذه فرص يجب استثمارها، والاستمرار على مسألة التنوع في تقديم الخدمة للمستهلك، سواء كان بالذهاب مباشرة إلى المتجر أو حتى عن طريق التوصيل. نعم، سنتحدث يعني عن الجانب التشريعي وكيف يواكب كل هذه المتغيرات في السوق، ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير مشاهدينا، ولنا عودة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بسعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك سعادتك. يا مرحبا وسهلا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الجوانب التشريعية والتغير الكبير في السوق، سواء مع جائحة كورونا أو أصلا التغير المستمر مع التطور الرقمي وغيره. هل تعتقد سعادتك أن الجوانب التشريعية تحتاج إلى مراجعة، وتحتاج مرة أخرى إلى إعادة نظر الجوانب التي تخص المستهلك؟ نحن الآن في طور المراجعة، يعني هناك حقيقة وجهات نظر مختلفة، البعض يقول أنه ليست هناك حاجة، والبعض يقول لا هناك حاجة. البعض طبعا تعرف أنت نحن معنا القانون ومعنا اللائحة، فأحيانا قد يكون التغيير المطلوب هو فقط في اللائحة وليس في القانون. بالتالي نحن الآن لازلنا في هذه المرحلة، في حالة شعرنا أنه موجود حاجة إلى تشريع جديد سنذهب في هذا الاتجاه، لأنه في النهاية يعني أهمنا هو حماية المستهلك، وأنه فعلا نقوم بمهامنا حسب المتغيرات الحاصلة على أرض الواقع. تعرف لك عبد الله اليوم المتغيرات متسارعة، فقد تحتاج أحيانا إلى تعديل
بعض المواد سواء في القانون أو في اللائحة الداخلية لحماية المستهلك. هذا الأمر يعني واضح معنا، وجميع الأخوة يعني عارفين أنه هذا الاتجاه هو منهجنا، أنه التعديل والتغيير المستمر ومحاولة استقراء المستقبل، وبالتالي نكون جاهزين سواء كان من ناحية تشريعية أو من ناحية حتى كفاءة الكادر للتعامل مع التحديات الجديدة القادمة لحماية المستهلك بشكل خاص أو بالوضع الاقتصادي بشكل عام، لأنه في النهاية حماية المستهلك هي جزء من منظومة كبيرة تعنى بالوضع الاقتصادي في البلد. نعم، في كثير من القوانين يتم مراجعة كذلك الجوانب المتعلقة بالعقوبات والغرامات حتى تتواكب كذلك مع المرحلة. هل تعتقد سعادتك أن العقوبات والغرامات الموجودة الآن في القانون كافية لهذه المرحلة، أم هي الأخرى تحتاج إلى مراجعة لتقوم بدورها؟ أنا حاليا لا أعتقد أنه الموضوع المهم هو موضوع العقوبات، هو موضوع استيعاب التشريعات للمخالفات التي استجدت على الساحة. نعم، هل التشريعات تغطيها هذه القوانين والتشريعات؟ أما مسألة العقوبات فهي موجودة سواء في موضوع الحبس أو موضوع الغرامة. هناك حدود والأمر متروك للقضاء لتقديره للإشكال. لكن من وجهة نظرك سعادتك، ما هي أنواع المخالفات اللي أحيانا فعلا تحتاج إلى تشديد، إلى تغليظ، احيانا فعلا لا يمكن التهاون بها والهيئه ابدا ما تسمح لاحد انه هو يعني يتراخى في تنفيذها؟ ما هي هذه؟ هي اولا التلاعب بصحه البشر، هذا خط احمر، تلاعب بصحه البشر، التلاعب بعواطف البشر، هذا موضوع كذلك يعني خط احمر وموضوع جدا مهم. يعني مسألة الاحتيال ومحاولة إرباك السوق عن تعمد وليس وفق معطيات السوق الحقيقية واللي هي العرض والطلب، ويتأثر طبعا الاقتصاد، كل سلعة تتأثر بمختلف العوامل التي تطرأ على هذه السلعة والخدمة، بداية من نشأتها انتهاء بإعطائها للمزود. هناك بعض الظروف قد تحصل فعلا تعطي مبرر لارتفاع سلعة معينة، أو كذلك هي مدعاة لتخفيض سلعة معينة، وبالتالي هذه الأمور طبيعية قد نفهمها وقد نتجاوب معها، لكن أن يحصل تلاعب متعمد يضر بصحة الناس، يضر بثقافة الناس كذلك. هناك بعض الأمور التي تمارس حقيقة يعني غير جيدة من البعض، وللأسف هذولا الصغار المزودين الذين ويغلب يعني عليهم دائما الجشع والطمع، لأن سمعنا عن قضايا سابقة كانت حتى تمس صحة الأطفال يعني. طبعا فهذه الأمور يعني هي خطوط يعني حقيقة مهمة دائما يعني نقف لها يعني كسد منيع من ناحيتين، من ناحية أولا الردع عند حصولها، وكذلك العمل على وقاية المستهلك منها أو تثقيفها وتوعيتها حتى لا يقع فيها، وبالإضافة إلى أن العمل مع الجهات الأخرى لرصد مثل هذه الظواهر وتتبعها ومحاولة تجفيفها من المنابع. تستقرئون أحيانا سعادتك بعض الجوانب التي قد تحدث بسبب بعض الظروف وكيف تتعاملون معها؟ ودعنا نأخذ مثلا الآن توجه البلد في نظام التعلم المدمج، وأكيد هذا أدى إلى زيادة في طلبات على سواء الحواسيب والأجهزة اللوحية. دعنا نأخذ هذا كمثال، كيف تعاملت الهيئة وكيف استقرأت حاجة المستهلك لهذا النوع من المنتجات والخدمات؟ الهيئة حقيقة تعاملت مبكرا مع هذا الموضوع، وأولا بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التربية والتعليم، مثل وزارة النقل والاتصالات والتقنية، بالإضافة للجهات الأخرى، كان هناك لقاءات مع المزودين بهذه الحواسيب، وحقيقة كانت محاولة لأنهم يقدموا عرض بمناسبة العيد الوطني 50 المجيد بأن يكون هناك تخفيضات، انتبه معي، تخفيضات وليس رفع أسعار، يعني كنا نحاول فيهم ونشجعهم، وحقيقة كانوا متقبلين للأمانة هذا المزودين،
كانوا بالعكس يقدرون هذا الأمر. كانت إشكاليتهم في موضوع الحواسيب أنه عدم توفر نوع معين من الحواسيب اللي هو بمواصفات بسيطة تصلح للتعلم المدمج، لكنه بالفعل كانت هناك لجان مع جهات حكومية مختلفة، تقريبا نتكلم عن أشهر قبل بداية التعليم، وبالتالي كنا نعرف أنه هذا الأمر هو يعني حاجة سيتغير شيء في التعليم، بالتالي ستكون هناك حاجة إلى الحواسيب إلى الأجهزة اللوحية. طبعا الجهات المختلفة من ضمنها وزارة التربية والتعليم قامت بتوعية أولياء الأمور والطلاب بأنه ليس هناك حاجة إلى شراء أجهزة معقدة بمبالغ كبيرة، هذه المواصفات الموجودة. ونحن ما يعني الحلقة المفقودة في هذا الموضوع هو وجود الطالب مع المدرس، أما بقية الكتب موجودة، الواجبات ترسل عن طريق كثيرة، لكن الحلقة المفقودة هي مسألة الدرس المنصة، وبالتالي هذه هناك خيارات ليس فقط الحاسوب الآلي اللي هو اللابتوب، هناك أجهزة لوحية تصل إلى حتى 23 ريال فيها ضمان لمدة سنة، فما الداعي أنك تشتري جهاز يعني بمواصفات يعني معقدة وترهق موازنة العائلة. نعم، إذن جزء من الحل وعي ولي الأمر، وقد يكون يحتاج في البيت يعني جهاز كمبيوتر واحد، وأعتقد الحين معظم البيوت موجودة فيها. تعرف ساعتك الآن حتى أصبحت بعض أجهزة التلفزيون التلفاز أصلاً فيها هذه المميزات، فقط أنك أنت تقدر يعني تستخدمها حتى، فأكيد الحلول التقنية كثيرة. ذكرنا في بداية البرنامج أنه الهيئة حريصة جداً أنها تتواجد في الميدان واللقاء المباشر مع المستهلك، وأنت ساعتك كنت موجود كذلك في أكثر من موقع وأكثر من مكان من خلال لقائكم مع المستهلكين وفتح هذه النوافذ، ونعرف طبعاً سواء حساباتكم على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعكم الإلكتروني، وجودكم في الميدان يفتح هذه النافذة بشكل كبير. ماذا تلمستم؟ ما هي دائماً الجوانب التي يحتاجها المستهلك ويحدثكم عنها ويأمل منكم أن تطوروها خلال الفترة القادمة؟ يعني حقيقة يعني هذا السؤال جدا مهم. ما تلمسناه طبعا، أنا كنت أحرص في كل زيارة لابد أن نلتقي على الأقل مستهلك أو مستهلكين في نفس الزيارة اللي لمركز معين لموقع معين، أنه يوجد يعني مثلا وعي بشكل عام بأنه هناك تعدد في أماكن التزويد لسلعة معينة في أي ولاية من ولايات عمان، وخاصة نتكلم عن أمهات المدن يعني أو الحواضر في معنا في السلطنة، هناك عدة مراكز وبالتالي صار وعي. قد تكون هناك بعض الملاحظات على بعض السلع، لأنه ممكن إحنا ذهبنا أيام تطبيق الضريبة الانتقائية، وبالتالي كان لا يعني مثلا مسألة عدم وضوح السعر، أنه بعض المحلات لا تضع السعر، وبالتالي أنا أتفاجأ لما أروح للمحاسب قد يكون ما في تغيير في السعر والسعر جيد، لكنه من الأفضل أن يكون موجود أمام المستهلك، وهذه حقيقة يمكن نادرة الحصول. أحيانا التحديات تجدها في أنه بعض المسائل قد تتعلق بجهات أخرى غير الهيئة، نحن نقول فكنا نقول لهم طيب أنتوا لما توصلوا لنا إن شاء الله أنكم ما ترجعون خايبين، نحن راح نوصل يعني شكواكم أو بلاغكم إلى الجهة المختصة. كان كذلك يعني نوع من بعض القرى البعيدة يشتكون من عدم الوصول إليهم، طبعا كذلك خلال وجود الجائحة صار تقليص في عدد الموظفين، وبالتالي يعني صار إعادة لجدولة الزيارات. بعض الأحيان يعني عدم وجود الجهات الرقابية المختلفة في الميدان قد يعني يحس بعض التجار أو صغار التجار أو بعض الناس المتلاعبين بهدوء ويحسوا بالراحة،
فأحيانا لما يعني نطب على سوق فجأة نشوفه خالي ما في حد لأنهم يعتقدوا مثلا أن احنا جهة رقابية وجايين وما يبقى حد منهم يعني. فالحقيقة تحس فعلا بالحاجة للوجود في الميدان. نعم. وأنه الناس دائما مختلف الجهات ليس فقط هيئة حماية المستهلك. هذا كان واضح، هذا تلمسنا في الزيارات هذه. أحيانا حقيقة تجد بعض المستهلكين يأتونك بمقترحات ممتازة كيف استخدام التطبيقات الذكية، وناخذ ونعطي معاهم ونقول لهم احنا أخذنا مقترحكم الآن، لكن ترى يوجد معنا موقع إلكتروني للهيئة يوثق هذا المقترح، لا بإمكانكم الآن احنا وثقناه، لكن في أي وقت مش بالضرورة تنتظرنا لين تقابلنا، ممكن احنا نظل سنة أو فترة من الزمن ما تشوف حد من هيئة مجلس المستهلك، لكنك ممكن تروح لجهازك وتذهب إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفيسبوك وتعلق وتطلع وتقول ان هذا هذا هذا, هذا الامر في مكان موقع مكان مخصص للاقتراحات في موقعنا الالكتروني. نعم. معنا موجود مركز اتصالات يستقبل كذلك. نعم. كل هذه الامور يعني تحس فعلا انه المستهلك بدا يعني شريك حقيقي، حتى وان كان بعضهم احيانا نجد بعض الاشكاليات. تلقى يعني مستهلك و زعلان من 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 يعني انه مزود معين يعني تلاعب عليه او انه ما زود بالسلعه حسب المطلوب، يعني فيش غمه فيكم مرات فنلتقي معه فتحس انه اوكي طيب لابد من التعامل بشكل ايجابي مع هذا المستهلك، لانه قد احيانا يكون جاي انك من 100 كيلو حتى صح. يوصل الاداره و50 كيلو خاصه اذا كانت مكانه بعيد عن مركز عن الاداره وعن عن نعم. مكتب الهيئه. نعم. مثل هذه الامور دائما يعني تحصل وتعطيك انت دروس مثلا لمنتج معين حصلت فيه هذه الاشكاليه، وبالتالي انت تطلب هذه الشركه تقول لهم هذه الاشكاليه اللي حاصله معاكم. نعم. الان انتم يعني هذا ما يرضي المستهلك، وإذا ما رضى المستهلك حتى قبل ما ندخل في الإجراءات لن يشتري منك الآخرين، وسينقل تجربته إلى الآخرين. إلى جيرانه إلى ربعه إلى معارفه. فتعطيك هذه الزيارات تخليك على أرض الواقع، تشوف التحديات على أرض الواقع. حتى تشوف تحديات موظفينك. نعم. يعني كادرك اللي يعمل في صحيح. مختلف المحافظات. صحيح. بعض المحافظات عندهم تحديات مختلفة عن عن المحافظات الأخرى. نعم. أحيانا النقل، أحيانا الاتصالات بعض الأوقات. فلما تقف عليها عن قرب النقل، نقل السيارات، يعني تفاصيل كثيرة. نعم. تقف عليها. نعم. بالتالي تراها رأي العين بدل ما تقراها في تقارير وانت في مكتبك وتتخذ فيها قرار وانت ما تعرف كيف هي على أرض الواقع. فحقيقة الزيارات يعني لو أسهبنا في هذا الجانب لها جانب جدا مهم وهي ضرورية، ومواصلين فيها أتوقع ساعتك. وإحنا مواصلين طبعا. ساعتك تنتظركم مهمة، يعني البعض يصفها بين قوسين صعبة في شهر أبريل القادم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نعم صحيح. وأكيد المستهلك يعول عليكم الكثير، لأنه بحسب ما جاء في تفاصيل ضريبة القيمة المضافة إن هناك سلع كثيرة لا تشملها الضريبة بما لا يضر المستهلك، ولضمان أتوقع تحقيق هذا الهدف من الحكومة في عدم الضرر بالمواطن من خلال تطبيق الضريبة، الأدوار هنا تتجه والأنظار عليكم كذلك. طبعا احنا معنا فريق عمل بيننا وبين الإخوة في الضرائب، وهذا الفريق متواصل العمل، وأمس كنا في اجتماع معهم. العمل جاري الآن على ما هي الآليات التي تتبعها مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها حماية المستهلك لضمان أن يتم تطبيق هذا القانون بالشكل الذي وضحت أستاذ عبد الله، وهو ما يضر المواطن. طبعا هناك استثناءات سلع كثيرة أساسية، وبالتالي هذه أبدا لا يجب المساس بها. يعني برنامجنا سيشتمل في المستقبل على تأكيد زيارات تفتيشية لمختلف المحلات لضمان أن هذه السلع
لن يتم رفع أسعارها، لأن لا يوجد مبرر لرفع أسعارها، ليست عليها ضريبة. بالإضافة إلى ذلك، حتى السلع الأخرى أو الخدمات الأخرى التي ستطبق عليها الضريبة يحتاج أن تطبق في حدود 5%، وبالتالي لا أحد يستغلها ويرفع إلى أكثر من 5%. هناك طبعا تفاصيل كثيرة، التطبيق ليس بالسهولة، ولكن الفريق، فريق العمل القائم بيننا وبين الإخوان في الضرائب حقيقة فريق عمل رائع جدا، شباب مطلعين على التحديات القادمة، وبالتالي حاولوا من الآن يعملوا على خطة عمل تضمن التطبيق المناسب وعدم الضرر بالمواطن. كذلك ستكون هناك يعني برامج توعوية أو فقرات توعوية لمختلف الجهات الحكومية المعنية بالأمر لشرح هذا الموضوع للمواطن، وبالتالي يعرف ما هي السلع التي ستطبق عليها الضريبة وكم هو الحد، وما هي السلع التي لن تكون خاضعة للضريبة، ضريبة القيمة المضافة. كل هذا العمل حقيقة فيه جهد الآن مستمر، لذلك يعني نتوقع إن شاء الله أن يكون التطبيق بشكل جيد، ولن يحصل إن شاء الله مشكلة في شهر 4 عند بداية تطبيق القيمة المضافة. نعم بإذن الله تعالى، لأن هذا جانب مهم جدا، بما أن البلد اتجهت يعني نحو عدم المساس بهذا السلع فيبقى التنفيذ. سعادتك، ندخل خلال إن شاء الله الأيام القادمة، أو بدأنا فعلا تحدي تطبيق رؤية عمان 2040 تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أنتم في الهيئة كيف تواكبون كل أهدافكم وأعمالكم خلال المرحلة القادمة أكيد في مواكبة أهداف رؤية عمان 2040؟ طبعا نحن لدينا فريق عمل مهمته هو العمل على وضع خطة عمل استراتيجية وتشغيلية منبثقة من عمان 2040. وبالتالي كل ما نقوم به يجب أن يخدم أهداف عمان 2040، هذا باختصار. ممتاز. وفق معايير أداء واضحة، مهام واضحة لمختلف التقسيمات في الهيئة، وبالتالي كل واحد يعرف ماذا يقدم في نهاية اليوم، مؤشرات أداء واضحة لديها، تواريخ إن شاء الله ستكون يعني كذلك محددة، ستكون هناك مراجعات مستمرة، لدينا وعي عام جيد في الهيئة بعمان 2040، نحاول أن نحث الجميع على الاطلاع على فحوى 2040، لأن 2040 هي للجميع وهي مهمة الجميع، ليست فقط مهمة يعني جهات بعينها. طبعا هناك جهات عليها متابعة تنفيذ هذا الأمر والمساعدة في تطبيق عمان 2040، لذلك نحن نعمل حقيقة منذ اليوم الأول أن نجعل الكوادر في الهيئة ملمة بعمان 2040، بمرتكزاتها، بأهدافها، بتوجهاتها الاستراتيجية، بأهدافها التفصيلية، كيف ستكون هذه الأهداف بعام 2030، بعام 2025، وصولا إلى 2040، وخلال هذه الرحلة ما هو الدور المنوط بالهيئة لتكون عامل إيجابي في نقل السلطنة، نقل الوطن الغالي من وضعه الحالي إلى ما نصب إليه جميعا في 2040. وبالتالي نحن دورنا إن شاء الله سيكون إيجابي وسيكون محدد بمؤشرات وبأهداف واضحة. لذلك فريق العمل، أرجع وأقول فريق العمل، طبعا نشكر كذلك الإخوان القائمين على في مكتب رؤية عمان 2040 ومتابعة التنفيذ، هم موجودين لدينا، نعمل معهم في تواصل بيننا وبينهم، وبالتالي لنضمن أنه خططنا التشغيلية واستراتيجياتنا هي متوائمة مع 2040. نعم.
طبعا أكيد تكامل كل هذه الجهود هو من سيوصل عمان لتكون في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. وهذا هو عنوان الرؤية. شكرا جزيلا لك سعادتك. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل من يتابعنا ويستمع لنا الآن في هذه الأيام النوفمبرية الجميلة؟ أولا طبعا يعني نرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني لمقام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، الله يحفظه وجميع الشعب العماني. طبعا نحن نعيش في أيام نوفمبر الخالدة، ونسأل الله الرحمة لباني نهضة عمان سلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وأقول أن الجميع مسؤول لمواصلة هذه النهضة المتجددة، ويجب أن نكون يد واحدة لبناء عمان، وسنكون قادرين بإذن الله على تخطي المرحلة الحالية والتي هي صعبة على الجميع، على العالم بشكل عام وعلينا بشكل خاص. ولكن الأكيد أن هذه أيام النوفمبرية الخالدة هي مبعث أمل لنا بأن نستطيع أن نصل إلى إن شاء الله إلى وجهتنا التي ارتضيناها جميعا. نعم. نرجع ونقول أن 2040 هي رؤية عمان كلها وبتوافق مجتمعي. نسأل الله أن الجميع يقف صف واحد من أجل إنجاز أهداف عمان 2040. كذلك يعني ندعو القطاع الخاص ليقوم بواجبة حقيقة. نعم. المنوط به، و كل المواطنين من أي موقع إن كان، الكل محتاجين لجهوده للوصول إلى مبتغانا. ونسأل الله السلامة وأن يعافي الوطن وجميع الإنسانية من هذا الوباء، ونشكركم. شكرا شكرا, شكرا جزيلا لك سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك. شكرا، يعطيك العافية. والشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، متواصلين معكم في سلسلة حلقاتنا. اليوم وقفنا مع هيئة حماية المستهلك، ولنا كذلك محطات ومجالات وقطاعات متجددة بحول الله تعالى. في أمان الله.